ملتزم بترشيح الوزير الفرنجي لرئاسة الجمهورية، نقطة على السطر. موقف للرئيس سعد الحريري خلال دردشة مع الإعلاميين قبيل وصول الوزير سليمان الفرنجي إلى بيت الوسط. الحريري قال إن خطابه في البيل كان واضحا، مؤكدا أنه مستمر في حواراته ولقاءاته من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وأنه سيشارك في الجلسة النيابية في 2 آذار. دقائق خرج بعدها الرئيس الحريري لاستقبال الوزير الفرنجي الذي غادر طاولة الحوار إلى بيت الوسط، حيث عقد اجتماع بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق ومستشار الرئيس الحريري غطاس خوري ومدير مكتبه السيد نادر الحريري والوزير السابق يوسف سعادة. انتقل الجميع إلى مأدبة الغداء نحو ساعتين. خرج بعدها الوزير الفرنجي ليؤكد أنه مستمر في ترشحه لرئاسة الجمهورية. كمان نشكر دولته على تأييده موضوع دعم لرئاسة الجمهورية وتأكيده على الدعم بموضوع رئاسة الجمهورية، وتداولنا بالأمور الراهنة والأشياء يلي بيعتبروها تنوية بالبلد. نحن ودولته بنعتبرها أساسية، يلي هي المواطن، يلي هي الأمور المعيشية، يلي هم الأمور البيئية، يلي هي الأمور الحياتية لكل يوم من المواطن. إذا البعض بده أنه الرئيس الحريري يرشحني تيستعملها بالجو الطائفي والمذهبي ويحقن وياخدها ورقة بإيده تيستفيد منها سلبيا لضرب هذا، أنا مصدقه للرئيس الحريري. نحن بنعتبر التيار الوطني الحر حليف، وبنعتبر الجنرال عون صديق وحليف. هلا اليوم الامور ليست في احسن حال، بس ولكن نحن بنعتبر بكل الظروف نحن والتيار الوطني الحر بخط واحد وبموقف واحد. هلا ترشيحي على رئاسه الجمهوريه هو بيعتبره منافسه له جنرال، نحن بنعتبر ظروفنا غير ظروفه، لانه اليوم نحو الرئيس حريري هون اذا هو تبنى ترشيح الجنرال ميشيل عون، انا ما يعني هو بيطلعه هو، يعني عم نحكي كحجم نيابي، ما عم نحكي ك اما بيطلبوا مني كسليمان فرنجي انسحب تأحرج الرئيس الحريري، ومثل ما هني بيحبوا يقولوا مسيحيا، انا مش هويتي احرج شخص كان ادمي معي وكان شهم معي وكان 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 ذو اخلاق بترشيحي بهذا الموضوع. انا لا احرج احد من الذين تبنوا ترشيحي، لا أحرر أحد. مين بده يرشح الجنرال عون أو يقبل بالجنرال عون، أنا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع طالما في كتل أيادتنا، أنا موجود على الساحة ولن أتراجع. وتعليقا على كلام فرنجية، قال الرئيس الحريري: ما قاله فرنجية كلام من ذهب.